كانت الكنائس الرسولية في المملكة تواصل احتفالاتها لاستقبال عيد الميلاد المجيد من خلال إقامة الأمسيات والبازارات الخيرية وسط أجواء ميلادية مباركة. ففي كنيسة يسوع الملك في المصدار وسط عمان، وبالتعاون مع مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية اللاتين، رعى سعادة النائب عمر النبر حفل افتتاح البازار الميلادي لهذا العام بحضور كاهن الرعية الأب مروان حسان وأفراد المجموعة الكشفية والفرقة الموسيقية وجمع من أبناء الرعية. عمر النبر حفل افتتاح البازار الميلادي الذي أقامته كنيسة القديس بولس الرسول أجبيها بالتعاون مع مجموعة كشافة ومرشدات دير اللاتين بحضور كاهن الرعية الأب سامر مدنات وحشد من رعايا الكنيسة وأهالي المنطقة. رعى الإرشمدريد خريستوفوروس حداد احتفال إضاءة شجرة عيد الميلاد الذي أقيم في ساحة كاتدرائية البشارة العبدلي بحضور عدد من الأباء الكهنة وجمع من أبناء الرعية، وقدمت بهذه المناسبة أمسية تراتيل ميلادية بثت الفرح والبهجة في قلوب الجميع. في كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية بعمان افتتح القس عماد حداد راعي الكنيسة البازار الميلادي بحضور عدد من الأباء الكهنة وجمع من أبناء الرعية ومشاركة مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم الصماق. واشتمل البازار على مشغولات يدوية ومأكولات شعبية إضافة إلى مستلزمات العيد، كما تضمن تقديم فقرات غنائية وتراتيل ميلادية وفقرات خاصة بالأطفال.